السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ معكم نادي محمد، تيم ازيكس تراك نتورك. النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض نشرح حاجة اسمها سويتشنج بيلان. طبعا كلنا عارفين يعني ايه سويتشنج، عارفين يعني ايه لان، بس مش عارفين يعني ايه حرف الفي المكتوب معايا فوق ده. ايه حرف الفي ده؟ حرف الفي ده يا شباب باختصار حاجة اسمها فيرشواليزيشن، يعني افتراضية او وهمية او خيال، يعني حاجة مش حقيقية هنتكلم عنها النهاردة ان شاء الله. تمام، بس قبل ما ندخل في الموضوع بتاعنا عايزه افكركم بحاجه اسمها برودكاست. طبعا كلنا عارفين يعني ايه برودكاست. تمام، هنقول مثلا ان انا لو عندي سويتش زي ده مثلا وجات له رساله برودكاست، طبعا عارفين ان السويتش ده هيبعت البرودكاست لكل الاجهزه المتصله بيه، سواء كانت الاجهزه دي سويتشات، راوترات، بي سي. السويتش هيبعت البرودكاست لكل الاجهزه المتصله بيه من غير ما يفرق ما بينها. عشان كده احنا بنقول ان الاجهزه المتصله بالسويتش بتبقى كلها بنفس الدومين، جت من الحتة دي ان كلها في نفس الدومين، لان لما من سيم دومين. طيب ندخل بقى نضرب مثلا مثال حي. لو انا مثلا افترضت ان انا عايز اعمل شركة، عايز اعمل شركة مثلا، انا تفكر مع بعض مثلا نعملها ازاي. طبعا هنقول احنا عارفين الشركة فيها مجموعة من الفنيين ومجموعة مهندسين وشؤون، وفيها محاسبين، وفيها ناس كتير جدا وجروبات، يعني كل مجموعة من الناس عبارة عن تيم. تفتكروا نوصل الشبكة دي ازاي؟ ممكن البعض منكم يقول لي عادي خالص، كل الناس دي نوصلها على سويتش، ومن السويتش نوصله الراوتر، وبكده الناس دي عادي هتطلع على الوان والدنيا تمشي معايا طبيعي خالص. نقول له ان الحل ده مش منطقي ومش هينفع يتطبق. ليه؟ لان انا لو وصلت كل الناس على نفس السويتش، افرض السويتش ده جاله برودكاست، الرسالة دي طبعا فيها اللي فيها هيروح للمهندسين، للفنيين، للعمال، للمحاسبين، هيروح لكل الناس اللي عندي على الشبكة. طب هي الرسالة بتاعت المحاسب مثلا اللي فيها مرتباتنا بقيت الناس تشوفها؟ لا، مينفعش. فكده انا مش عارفة اعمل خصوصية، ومش عارفة، وده غير البرودكاست اللي بيجي ده بيهنج لي الشبكة كل دقيقة برودكاست. تخيل انا عايزه ابعت رساله للمحاسبين دلوقتي ورساله للفني، ده الشبكه كده هتقعد على البرودكاست، خلاص الشبكه هتهنج معايا كل دقيقه برودكاست. تخيل البرودكاست ده بقى بيروح لكام واحد؟ ده بيروح للشركه كلها، 1000 موظف، 2000، 3000، بيروح لكل الناس. فكده الشبكه بتاعتي معرضه ان هي تقع في اي دقيقه، كل شويه بقى تهنج، كل شويه تهنج. طب ممكن حد يقول لي لا خلاص نفكر في حل بديل. طب نقول ايه هو الحل البديل؟ هيقول لي لا، انا مثلا هعمل شبكه زي اللي قدامي دي. هقول مثلا هجيب 4 سويتشات واوصلهم راوتر. هقول مثلا السويتش ده هيربط لي الناس اللي هم المهندسين، السويتش ده هيربط لي المحاسبين، السويتش ده يربط لي الفنيين، السويتش ده يربط لي مثلا المحامين اللي عندي، ونوصلهم براوتر بحيث ان انا لما ابعت برودكاست يروح للناس اللي لها البرودكاست بس، يعني البرودكاست المهندسين يروح للناس المهندسين بس، ما يروحش لبقيه الناس. تمام، عايزه ابعت رساله للمحاسبين يروح للمحاسبين بس ما تروحش لبقيه الناس، كده ايه؟ انا قللت البرودكاست بتاعي. ممكن حد يقول لي كده، بس احنا في ارض الواقع لو جينا نبص هنلاقي ان مش مثلا، تعالى نعمل كده، لو جينا نبص هنلاقي ان الشركه كذا دور، مثلا دور والتاني والتالت، وعندي مثلا جروب من السيلز وجروب من الاتش ار وجروب من الانجينيرنج. حد هيقول لي انا هحط السيلز دول على سويتش لوحدهم، والاتش ار دول سويتش لوحدهم، والانجينيرنج دول سويتش لوحدهم، وكذلك هنزل في الدور الثاني الجروب ده سويتش لوحده، والجروب ده سويتش لوحده، والجروب ده سويتش لوحده، وهكذا في الدور الاول. يبقى انا كده عايزه كام سويتش؟ ده انا كده مش هخلص من السويتشات. تخيل الشركه كانت دور فيها كام تيم، كده عدد من السويتشات رهيب جدا. كميه كابلات متوصله، انا مش، لو حصل ايرور انا مش هعرف اتبع كميه سويتشات وكميه كابلات، كل الأجهزة حاجة صعبة جدا. فالحل زي ده طبعا مش هينفع ان انا اتبعه، ده غير التكلفة، لان طبعا في تكلفة، وفي انا مش هقدر اكسس شركة زي دي بالحجم ده. فطبعا حل زي ده برضه هنرفضه. طب هنقول ايه الحل يا ترى؟ طب انا هعمل ايه؟ انا عندي مثلا كل دور فيه فريق من المهندسين وفريق من الاتش ار وفريق من السيلز، وكل دور فيه نفس التيمات دي. طب انا هعمل ايه؟ انا عايز اعزل الناس دي بحيث ان هي تبقى في برودكاست لوحدها، والناس دي تبقى في برودكاست لوحدها، والناس دي في برودكاست لوحدها. هعمل ده ازاي؟ طبعا في بعض من الناس ممكن يقول لي طب ايه رايك ما نحط لده اي بي، مجموعه من الناس دي ايبيهات مختلفه عن الايبيهات ده عن الايبيهات ده. هقول لك مش هتفرق معايا، علشان السويتش ما فرقش ما بين الايبيهات،
سويتش بيفهم مكان، ما يفهمش اي بي هات. يعني انت لو غيرت لي الاي بي ده عن الاي بي ده عن الاي بي ده، قلت لي انا كده عملت 3 شبكات عندي، كل جروب او كل تيم عندي، هقول لك مش فارق معايا عشان السويتش ما يفرقش ما بين الاي بي هات. السويتش بيفهم مكان. يعني انا لو غيرت الاي بي ده عن الاي بي ده عن الاي بي ده، ايوه السويتش هيبعت برودكاست للثلاثه، برضو للثلاث تيمات، مش هيفرق ما بينهم. يبقى فكرة ان انا اغير اي بهات مش نافعة. فكرة ان انا احط كل الناس على نفس السويتش برضو مش نافعة، عشان البرودكاست اللي هيحصل عندي هينقل للشبكة. ده غير ان انا عايزة اعمل خصوصية، مش نفس الرسالة تروح لكل الناس، ده طبعا مش هينفع. طيب هيجي يقول لي انا احط كل تيم في دور على سويتش لوحده، وكل تيم في الدور اللي بعده على سويتش لوحده. كمية السويتشات برضو رهيبة، وكمية كابلات برضو مش عارفة اتتبع فيها الايرور. طيب حل المشكلة زي دي هيبقى ايه؟ احنا كده الطريقتين فشل معانا، هنعمل ايه؟ هندخل بقى هنا على حاجة اسمها الفيرشواليزيشن، وهي ده الحوار بتاعنا النهاردة. كل اللي كنا بنقوله ده كان تمهيد، تمام؟ قال لك ازاي بقى هنعمل حاجة اسمها الفيرشواليزيشن دي. قال لك مثلا افترضت ان انا معايا سويتش عبارة عن 48، ماشي، سويتش فيه 48 بورت مثلا. قال لك هاجي على اول 20 بورت واقول لهم انتوا فيلان 2، واجي على 20 بورت التانيين واقول لهم انتوا فيلان لوحدكم تاني، واجي على الكام بورت الباقي واقول لهم انتوا فيلان لوحدكم. يعني ايه فيلان لوحدكم؟ يعني انتوا معزولين كانكم في شبكه لوحدكم، وانتوا كانكم في شبكه لوحدكم، وانتوا كانكم في شبكه لوحدكم، بحيث ان السويتش لما يجيله رساله البرودكاست يشوف البرودكاست اللي جاي له ده جاي له من انهي فيلان، وهيبعته للاجهزه الخاصه بالفيلان ده، مش هيبعته لكل البورتات اللي متصله بيه. طب السويتش ازاي هيفهم ان في حاجة اسمها فيلان، وان البورتات دي فيلان، والبورتات دي فيلان تانية، والبورتات دي فيلان تالتة؟ ازاي السويتش هيفهم ده؟ هنفهمه احنا ده ان شاء الله في العملي، هنوضحه على باكت التريسر. هنفهم السويتش يعني ايه فيلان، وهنفهمه انهي بورتات على الفيلان ده، وانهي بورتات في الفيلان تاني، وانهي بورتات في الفيلان التالت. ده طبعا احنا هنفهمه فهم الاجهزة اللي متصلة بالسويتش برضو انها فيلان مختلف عن الفيلان ده، وهكذا. كل ده هنعمله. يبقى الفكرة دلوقتي ان انا هقسم السويتش اللي عندي لمجموعة بورتات، هقسمه كل شوية بورتات في فيلان لوحدهم، كل شوية بورتات فيلان، كل شوية بورتات فيلان تالت، وهكذا، بحيث ان الفيلان ده ما يعرفش الفيلان ده، ما يعرفش الفيلان ده. يعني الجهاز اللي هنا ما يعرفش حاجة عن الجهاز اللي هنا، ومش شايفه اصلا. يبقى الجهاز اللي هنا فاهم ان هو عبارة عن ان هو متصل بسويتش، كل الاجهزة المتصلة بيه هي الاجهزة اللي معاه في الفيلان ده. يعني هو فاهم ان السويتش المتصل بيه هو فيه ال10 اجهزة دول بس، مش شايف البورتات التانية ولا الاجهزة التانية ولا حاسس بيها ولا اي حاجة. بالتالي لما ابعت برودكاست للسويتش ده مش هيبعتها لكل الاجهزة، لا ده هيبعتها للاجهزة الخاصة بالفيلان، الناس اللي هي رايحة لها الرسالة بس، تمام؟ يعني انا هنا مثلا في الشبكة بتاعتي ايه اللي هيحصل؟ قول مثلا التيم ده واخدين مثلا حوالي 5 بورتات هنا هنوصلهم على السويتش، والتيم ده مثلا واخد حوالي مثلا 10 بورتات متصلين بسويتش، والتيم ده مثلا واخد شوية بورتات متصلين على السويتش هنا. ده التيم ده مش حاسس بالتيم ده ولا حاسس بالتيم ده، بالتالي لما تروح لده رسالة ده مش عارف عنها حاجة ولا ده عارف عنها حاجة، وكأن ده قاعد على سويتش لوحده، مش شايف ان في اي حد تاني معاها سويتش. هو شايف ان الجروب ده هو عبارة عن في سويتش، كأنه شايف ان في سويتش جاي للجروب ده بس، ومش شايف اي حاجة تانية. وبالتالي يا شباب لما يجي مثلا السويتش ده لما تجيله رسالة برودكاست، ونفس الكلام طبعا بالمناسبة هنعمله على السويتش ده، بحيث ان شوية بورتات من السويتش ده هنقول لهم انتوا في فيلان مثلا 1 وده بتاع السيلز، وسويتش البورتات التانيين هنقول لهم مثلا انتوا فيلان 2 وانتوا في تيم الاتش ار، والفيلان وشويه بورتات الباقيه نقول لهم مثلا انتوا في فيلان 3 وفي تيم اسمه انجينير مثلا. ونيجي على السويتش ده ونعمله نفس الحكايه، نيجي على شويه سويتشات وشويه بورتات ونقول لهم انتوا بتوع السيلز وفيلان لوحدكم اسمها فيلان 1، وشويه بورتات اللي بعدهم نقول لهم مثلا انتوا فيلان 2، وشويه بورتات اللي بعدهم انتوا فيلان 3 وبتوع الانجينير. بكده يا شباب لما السويتش ده يجيله رسالة برودكاست مثلا للفيلان 1، هتروح لمين؟ هتروح للتيم ده، هتروح للتيم ده، مش هتروح لده ولا لده، هتروح ال10 بورتات او الخمسة شوية البورتات اللي انا محددهم للفيلان 1 بس. الفيلان التاني والتالت مش هيسمع عنهم ولا يعرفوا عن البرودكاست ده اي حاجة. يبقى من هنا البرودكاست ده هيروح للفيلان الخاصة بتاعته، الاجهزة المتصلة بيه اللي هي فيلان 1 اللي هو فريق السيلز،
وطبعا احنا قلنا ان السويتش بيطلع البرودكاست من كل البورتات بتاعته، مش بفرق. انا هنا علمته، بس انا هنا علمته ايه، ان في حاجة اسمها، وعلم الاجهزة دي كذلك ان في حاجة اسمها VLAN، وهنشوف ده هيحصل ازاي على الباكت تريسر. تمام، يبقى كده انا لما احب ابعت رسالة لتيم معين ببعتها له، ولما ببعت رسالة لتيم تاني ببعتها له، وكلهم متصلين بنفس السويتش. فانا كده قللت التكلفة بتاعتي، وبكده قللت البرودكاست بتاعي، وقسمت الناس لجروبات، كل مجموعة من الناس، كل مجموعة من الناس لوحدهم. يبقى انا كده قسمت الناس لجروبات، قللت التكلفة بتاعتي، بدل ما اجيب لي ده سويتش لوحده وده سويتش لوحده وده سويتش لوحده في نفس الدور، لا ده كلهم على نفس السويتش. فانا كده قللت التكلفة بتاعتي، فدي حاجة كويسة جدا. طيب نيجي بقى نتكلم عن المميزات بتاعة الفيلان. قال لك ايه، بتريديوس الاوفر هيد بتاع، بتقلل عن طريق ان هي بتقلل البرودكاست بتاعي. احنا قلنا ان هي بتقلل البرودكاست، يعني البرودكاست بدل ما يروح لبيت جهاز بيروح لعشرة، بيروح لعشرين، مش بيروح قللت عدد الأجهزة اللي في نفس البرودكاست. وكمان قسمت الناس لجروبات زي ما انا وريتكم، احنا الناس اتقسمت معايا لجروبات، ده بقى جروب، ده بقى جروب، ده بقى جروب، بقى الجروب ده مش شايف الجروب ده ولا شايف الجروب ده، كل جروب فيهم لوحده. بقول لك ان هي بتفيدني في حتة السكيورتي، بتفيدني في حتة السكيورتي ازاي يا ترى؟ زي ما واضح معايا ان هي بتفيدني في حتة السكيورتي. تعال نشوف كده معايا، انا مثلا فريق الاتش ار عايز اديله اكسس اكتر او صلاحيات اكتر من فريق مثلا السيلز، وكذلك عايز ادي الانجير صلاحيات اكتر من الاتنين دول، مش كلهم بنفس الصلاحيات. طب انا كنت هعمل ده ازاي من غير ما اعمل حته الفيلان واعزلهم واخلي ده كانه شبكه لوحدهم، وده كانه شبكه لوحدهم، وده كانه شبكه لوحدهم؟ فاللي ساعدني على ده بحيث ان ادي لكل تيم فيهم اكسس لوحده، وطبعا الفيرشواليزيشن ساعدتني في حته السكيورتي، وندي لكل واحد فيهم اكسس معين وساعدني خصوصيه لما تروح رساله مثلا من رساله للتيم ده، التيم ده ما يعرفش عنها حاجه ولا التيم ده يعرف عنها حاجه، في خصوصيه عندي. قللت البرودكاست، الشبكه كده بقى عمرها اطول، وفي مع يعني فرصة ان هي تقع بقت اقل، خففت عندي التكلفة بتاعتي، عدد السويتشات المطلوبة قليلة جدا. تمام، طبعا هنوضح ده عملي دلوقتي وهنشوفه ازاي.